وفي السياق ذاته قالت المهندسة مها خليفة حمادة إن مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال إن الوزارة تهدف من دراستها تنظيم الحركة المرورية لحل المشاكل المرورية وتحسين انسيابيتها. تقوم وزارة الأشغال متمثلة في قطاع الطرق بعمل عدد متنوع وكبير من دراسات التي تهدف إلى حل المشاكل المرورية، والتي من بينها أماكن الاستحامات المرورية وأيضا تكرار الحوادث وأيضا مناطق دراسة المنافذ لاستحداث مشاريع تطويرية وإيجاد بدائل مناسبة لتحسين انسيابيات الحركة المرورية، حيث تم تنفيذ خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 أربع مشاريع لتحويل عدد من الطرق إلى اتجاه واحد في كافة محافظات المملكة. تنفيذ هذه المشاريع تعتبر من الحلول السريعة وذات تأثير كبير في تخفيف الاختناقات المرورية في الطرق. نعم. وأيضا لا يستلزم تنفيذها رفض ميزانيات ضخمة وهائلة، وتساهم هذه المقترحات توفير مساحات جانبية لمواقف السيارات. في النهاية طبعا مشاركة المجالس البلدية في هذه النوعية من المشاريع مهمة، لأنها ممثلة لأهالي المنطقة وأيضا رأي الأهالي وعمل استبيان لهم. تحرص وزارة الأشغال دائما على إعداد مقترحات كثيرة لمواقف السيارات بكافة أنحاء محافظات المملكة، منها تكون مواقف على جانبي الطرق، وأيضا هناك شوارع خدمة تجارية والمناطق التجارية ومناطق الاستثمارية والخدمية، وأيضا عمل مواقف للسيارات بالمساحات المخصصة لمواقف السيارات.